المواجهة ما بين سير جونياس وسير فيريرا بره الملعب بقى، لا ايه المدرستين هيعملوا ايه؟ لا، ده انت عندك احسن مدربين اتنين في مصر، ويعني مباراة هتكون تكتيكية على اعلى مستوى، ومش هتكون نهايتها يعني من اللعيبه اللي هي موجوده، او التشكيل بدايه التشكيل اللي موجود، او طريقه اللعب اللي هي موجوده من بدايه المباراه. هتلاقي على سيناريوهات خلال المباراه حسب نتيجه المباراه، فهتلاقي هنا ممكن يعمل تغييرات، يعني واحنا ممكن نعمل تغييرات حسب نتيجه المباراه. احنا عندنا سلاح الروح العاليه الجماعيه العاليه لنادي الزمالك. انا شايف كمان اللعيبه كلها يعني مع الجهاز الفني ايد واحده، يعني حتى الجهاز الفني، حتى اللعيبه اللي ما بيلعبش مقتنع انه الجهاز الفني ومستر فيريرا ده مدرب عالمي، صحيح، وبيسمع كلامه حتى في التدريبات. عشان كده لو احتاجنا اي لعيب على الدكه، وانا بضرب مثل في نجم مصر ونجم نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك شيكابالا، يعني بيقعد احتياط ما عندوش مشكله، صح. بينزل بيأدي كانه لاعب اساسي، وهو بره اللعيبه مقتنع ان هو معاهم قائد بره الملعب، صحيح، حتى لو هو مش جوه الملعب. فالحته دي كانت غايبه عننا من سنين، لكن الفتره الاخيره دي انا شايف تركيز شيكابالا في الملعب، تركيزه مع اللعيبه، وعايز يعمل حاجه وانجازات لنفسه ولناديه. انا متوقع ان شاء الله النهارده كمان شيكابالا يعمل حاجه فارق باذن الله.